مرحبا حبايبي التلاميذ، ان شاء الله تكونون بألف خير. درسنا اليوم بعنوان البحار والمحيطات. طبعا بهذا الدرس نكون افتتحنا الوحدة الخامسة اللي تتحدث عن الكرة الأرضية، تتحدث عن الأرض، وحتى كل ما تبقى من الكتاب من دروس كله يتحدث عن الأرض. لكن بدرسنا لليوم راح نتحدث عن البحار والمحيطات. راح نتحدث عن البحار والمحيطات. طبعا لاحظوا لي هاي الصورة قدامكم، هاي صورة للكرة الأرضية. كل الكرة الأرضية تتكون فقط من يابسة ومياه، تتكون فقط من يابسة أريدكم تركزوا لي بهاي الصورة، ياهو نسبته أكثر، المياه أم اليابسة؟ المياه أم اليابسة نسبتها أكبر؟ طبعاً واضح جدا انه المياه نسبتها اكبر من اليابسة. المياه على الكرة الارضية نسبتها اكبر من اليابسة، ونسبتها تكون 71% من مساحة الكرة الارضية، يعني تشغل 71% من مساحة الكرة الارضية. اما القارات اللي هي اليابسة المتمثلة باليابسة تشغل فقط 29%. اذا المياه تشكل 71% من مساحة الكرة الارضية، وما تبقى تمثل القارات. يتكون سطح الكرة الارضية من اليابسة والماء. تشكل المياه 71% من المساحة الكلية لسطح الكرة الارضية، وتمثل المساحة الباقية القارات. تقسم المياه الموجودة على سطح الكرة الأرضية إلى قسمين، بحار ومحيطات. طبعا المياه الموجودة على سطح الكرة الأرضية هنا كلها أقسمها إلى قسمين. على شنو أستند من أقسم المياه وهي موجودة هي كلها هيك بهذا الشكل؟ على شنو أستند وأقسمها إلى بحار ومحيطات؟ البحار تكون يحيط باليابسة، البحر شبيه يكون يحيط باليابسة. أما المحيط فهي تجمعات شاسعة من المياه تكون بعيدة بهذا الشكل، وتكون تمتد على مساحة الكرة الأرضية بأكملها. لكن البحر شبيه البحر يكون مقتصر على قربة من اليابسة، يعني يكون قريب من اليابسة. البحار إذن شنو تعريفها؟ تجمعات مائية كبيرة تمثل الجزء الذي يحيط باليابسة. تمثل شنو؟ الجزء الذي يحيط باليابسة. هسه شوفوا لي هذا الجزء هنا قدام، هذا يحيط باليابسة؟ ما يحيط باليابسة. شوفوا لي هذا الجزء، هذا ما يحيط باليابسة. هاي محيطات، هاي الأجزاء البعيدة جدا بمساحات كبيرة جدا محيطات. أما هذا الجزء، هذا الجزء يحيط باليابسة لو لا يحيط من المياه؟ يحيط باليابسة. إذن هو بحر لو محيط؟ هو بحر. هذا الجزء أيضا يحيط باليابسة، إذن هو بحر. البحار تجمعات مائية كبيرة تمثل الجزء الذي يحيط باليابسة، يعني القريب من اليابسة. تقسم البحار أيضا، حتى بالبحار عندي ثلاث أقسام، أقسم البحار إلى ثلاث أقسام. القسم الأول البحار الخارجية. البحار الخارجية يكون متصلة بالمحيط. شو معنات هذا الكلام؟ احنا مو قلنا المحيط البعيد عن اليابسة ويكون مساحات شاسعة؟ البحر اللي يكون متصل بالمحيط مباشرة ماكو فاصل اسمه البحر الخارجي، مثل بحر العرب. شوفوا لي هاي الصورة، هاي الصورة تمثل بحر العرب، وهنا المحيط الهندي. هذا المحيط الهندي وهذا بحر العرب. بحر العرب مثل ما تلاحظون يكون متصل مباشرة بالمحيط الهندي. إذن هو بحر خارجي لو مو خارجي؟ إذن هو بحر خارجي. ليش؟ لأن يتصل مباشرة بالمحيط الهندي. إذن البحار الخارجية شنو الشيء اللي يميزها؟ متصلة بالمحيط، المتصلة بالمحيط مثل بحر العرب. القسم الثاني من البحار عندي البحار الداخلية، وتكون تماما عكس البحار الخارجية، ما تكون متصلة بالبحر بالمحيط مباشرة. هسه هذا الذراع اللي تشوفوه قدامكم هذا اسمه البحر الأحمر. تلاحظوا لي هاي شنو القناة؟ هاي قناة.
هاي القناة هي اللي توصل البحر الأحمر بالمحيط. شوفوا لي هنا هسه هاي المساحة الكبيرة من المياه محيط. البحر الأحمر شلون متصل بالمحيط؟ متصل عن طريق قناة. هاي القناة توصل البحر الأحمر بالمحيط. إذا البحار اللي تتصل بالمحيطات عن طريق قنوات شو يسموها؟ يسموها البحار الداخلية. يسموها البحار الداخلية. إذا البحار الداخلية شو تعرفين؟ التي تتصل بالمحيط بواسطة قنوات. مثل عليها عندي البحر الأحمر والبحر المتوسط. النوع الثالث من البحار عندي وهو النوع الأخير البحار المغلقة. البحار المغلقة من اسمها مبينة هو البحر الذي يحاط باليابسة من جميع الجهات ولا يتصل بالمحيطات نهائيا، ما إلى أي منفذ يتصل عن طريقه بالمحيط ويكون مغلق محاط باليابسة من جميع الجهات. إذن شنو البحر المغلق؟ التي تحاط باليابسة من كل جانب ولا تتصل بالمحيطات. مثال عليها البحر الميت. هاي الصورة اللي قدامكم هي صورة للبحر الميت. إلى هنا نكون خلصنا البحار. ثاني شيء عندنا المحيطات. شنو يعني محيطات؟ المحيطات المياه اللي تحيط بالكرة الأرضية كلها. مياه تحيط بالكرة الأرضية كلها تمتد من القطب الشمالي والقطب الجنوبي وحد المنطقة الاستوائية الوسطية. شنو يعني منجمد شمالي ومنجمد؟ الكرة الأرضية تحتوي على أماكن بعيدة جدا، طبعا هي تكون كروية بها أماكن قطبية. هاي الأماكن تكون باردة جدا وما يعيش بها الإنسان، بعيد عن الأماكن اللي يعيش بها الإنسان، لأن تكون درجة الحرارة بها منخفضة جدا. وأيضا عندي قطب جنوبي وعندي منطقة استوائية. أيضا المنطقة الاستوائية هي المنطقة الوسطية، طبعا احنا نعيش بها ونعيش أيضا حول الاستواء بالأماكن الدافئة. المحيطات المياه المحيط تكون ممتدة من المناطق القطبية إلى حد المناطق الدافئة الاستوائية، يعني تشغل مساحة الكرة الأرضية وتحيط بالكرة الأرضية كلها. المحيطات مساحة مائية شاسعة، يعني شاسعة يعني كبيرة جدا، تمتد مياهها من المناطق الجليدية الموجودة في المناطق القطبية. قلنا الكرة الأرضية شنو بها؟ بها قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي، يكون باردة جدا. المياه المحيطات تمتد من المناطق الجليدية الموجودة في المناطق القطبية إلى وين؟ إلى المياه الدافئة الموجودة في المناطق الاستوائية. أمثلة عليها المحيط الهادي والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي. طبعا هنا هذا المحيط الهادي وهذا المحيط الأطلسي وهذا المحيط الهندي. نرجع هنا أيضا المحيط الهادي من جديد لأنه الكرة الأرضية تكون كروية. إلى هنا نكون خلصنا تقسيم المياه، خلصنا تقسيم المياه الموجودة على الكرة الأرضية. ونسترجع كلها من جديد، نسترجع كلها من جديد. كل المياه تكون مقسمة إلى بحار ومحيطات. البحار شبيهة اللي يحيط باليابسة، البحر اللي يحيط باليابسة. أما المحيط، المحيط يكون مساحة شاسعة تمتد من القطب من القطب إلى حد الأماكن الاستوائية الدافئة. البحار تقسم إلى ثلاث أقسام: بحار خارجية تكون متصلة بالمحيط مباشرة، بحار داخلية تتصل بالمحيط عن طريق قنوات، وبحار مغلقة لا تتصل بالمحيط نهائيا، تكون مغلقة محاطة باليابسة من جميع الجهات. أما المحيطات تقسم إلى محيط هادي وأطلسي وهندي، أيضا المنجمد الشمالي والمنجمد الجنوبي. هنا نكون نهينا درسنا حبايب التلاميذ. الدرس القادم يكون مكمل للدرس هذا.